بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى برنامج المسافة الاجتماعية الذي ينتج ويبث عبر قنواتنا الثلاث، تلفزيون قطر وقنوات الكأس وقنوات الريان وكذلك إذاعة قطر. وهذه حلقة جديدة سنواكب فيها المستجدات مع أهل الخبرة والاختصاص. نعم، فبرنامجنا كما عودكم يقدم يوميا كل ما يتعلق بفيروس كورونا كوفيد-19 وما خلفه من أثار على النفس والصحة والمعاملات في الحياة وفي كل مكان. طبعا فنحن نتحدث عن وباء عالمي. تقارير وضيوف وإحصاءات هي محاولتنا اليومية لملامسة كل الأسئلة والمعلومات التي تحتاجونها. فأهلا وسهلا بالجميع مشاهدين ومستمعين ومتابعين إلى برنامج المسافة الاجتماعية، والترحيب موصول لزميلتنا لزميلنا في لغة الإشارة شريف سامي. كما نرحب بمشاركاتكم على البيانات الظاهرة أسفل الشاشة على رقم 5995-585 وهاشتاغ المسافة الاجتماعية. نعم، إذا مشاهدين الكرام، نشر موقع كوفيد-19 في قطر التابع للمؤسسة القطرية للإعلام على حسابها الرسمي بتويتر آخر المستجدات المعلنة من قبل وزارة الصحة العامة عن تسجيل 640 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا كوفيد-19 وتعافي 146 حالة من المرض في 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 1810 حالات. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن أغلب الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا بفضل الفحوصات الاستقصائية التي تقوم بها وزارة الصحة العامة. ونبدأ مع أول ضيوفنا في حلقة اليوم. مشاهدينا الكرام، تؤدي إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج دورا هاما في تنفيذ الاستراتيجية العامة لوزارة الصحة فيما يتعلق بعلاج القطريين بالخارج، ولكن كيف تعاملت هذه الإدارة مع ظل تفشي كورونا على المستوى العالمي، وما هي أهم الخطوات التي اتخذت مع القطريين الذين يعالجون في الخارج في ظل الضغط المتزايد على المنظومة الصحية العالمية؟ أيضا أسئلة نبحث عن إجابتها من خلال التواصل هاتفيا مع الدكتورة غالية محمد الحرمي، مديرة إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج في وزارة الصحة العامة. بداية أهلا بك معنا في برنامج المسافة الاجتماعية. كيف تفاعلتم أو كيف تفاعلت الإدارة مع تفشي كورونا عالميا ومع هذه الإجراءات الصارمة؟ يا هلا ومرحبا، مبارك عليكم الشهر ومشكورين على الاستضافة. من البداية، من بداية تفشي فيروس كورونا المستجد، تم التواصل مع المكاتب الطبية بشكل مستمر للإطمئنان على الحالة الصحية للمرضى المتواجدين بالخارج، وكانوا المكاتب الطبية يقومون بكامل دورهم، كانوا يتواصلون مع المرضى والمرافقين، يتم توصيتهم بالالتزام بالإجراءات الوقائية واشتراطات الصحة العامة من غسل اليدين، لبس الكمام، ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، تجنب الأماكن المزدحمة، وخاصة تفادي زيارة المرضى بالمستشفيات والاكتفاء بالتواصل بالهاتف. وأيضا خلال هالفترة كثير من المرضى وأهاليهم تواصلوا معنا، أبدوا رغبتهم بالعودة للدولة خاصة بعد زيادة الإصابات بالخارج وإلغاء مواعيدهم، وبناء عليه تم القيام بوضع إجراءات لازمة لتيسير عودتهم للدولة بعد 72 ساعة من إبلاغ الإدارة، ذلك لنضمن عودتهم بسلامة ودخولهم للأماكن المخصصة لهم للحجر الصحي لمدة 14 يوم، ونضمن استمرارية علاجهم وتوفير الرعاية الطبية اللازمة اللي يحتاجونها للدولة. ممتاز، الله يعطيكم العافية ويقويكم. طيب، هل بالنسبة لاستقبال الطلبات في العلاج في الخارج، لازالت الإدارة تستقبل الطلبات؟ وإذا كان الجواب لا، هل هناك بدائل أخرى متاحة ليقدمون على الإدارة؟ لا، ما زالت تستقبل طلبات اللجنة وتنظر في طلبات العلاج في الخارج، يتم تحويلها للطبيب المختص بمؤسسة حمد الطبية حتى يتابع الحالة، وفي حال وافقت اللجنة للطلب يتم تأجيله. والسبب يعود أن معظم المستشفيات بالخارج قد ألغت أو أجلت مواعيد المرضى لأنهم منشغلين بعلاج المصابين بالفيروس في الوقت الحالي. وأما في الحالات التي لا يتوفر فيها العلاج في الدولة
يتم يقوم المكتب الطبي بالتواصل مع مراكز العلاج والمستشفيات بالخارج للتوصل إلى حل يضمن سلامة المريض. ممتاز. جميل. دكتورة غالية بداية أهلا وسهلا بك في تلفزيون قطر معنا والبث المشترك مع زملائنا في تلفزيون الكاس والريان. أنت تقريبا أعطيتين نظرة عامة عن يعني العلاج في الخارج والبدائل، ولكن كم عدد يعني القطريين الذين يتعالجون بالخارج تقريبا المسجلين لديكم حاليا ولا منذ بداية الأزمة؟ لا أتكلم بشكل عام، يعني بشكل عام تقريبا تتفاوت الأرقام بين فترة وفترة، يعني نقدر نقول تدخل فيها ظروف العوائل وفترات الإجازات، بس تقريبا يصل إلى 300 إلى 400 تقريبا الحالات اللي تكون تحت العلاج في الشهر. نعم. نعم دكتورة، كيف تعاملتم مع الأشخاص الذين عادوا مع تفشي فيروس كورونا كوفيد-19 وأكملوا علاجهم في الدوحة، وما هي أكثر الدول التي تستضيف القطريين للعلاج؟ مع انتشار العدوى وارتفاع الإصابات وانشغال أغلب المستشفيات بالخارج بعلاج المصابين بالفيروس، قامت الإدارة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، مع الملحقين الطبيين، مع اللجان الطبية، بإعداد خطط ومسارات تنظم عودة المرضى ونضمن فيها تلقي الرعاية بالدولة. قسمنا الحالات إلى فئتين، حالات مستقرة. الحالات المستقرة هي الحالات التي لا تحتاج إلى دخول المستشفى، يرسل كشف بالحالات من المكتب الطبي يوميا، يتم مشاركة هذا الكشف مع المختصين بالحجر الصحي والأطباء المختصين بمؤسسة حمد حتى يتم توفير العلاج لهم خلال فترة الحجر. الفئة الثانية هي الفئة السريرية التي لا تحتاج دخول مستشفى، يتم تخصيص جزء من إحدى المستشفيات التابعة للمؤسسة، تم تخصيص جزء من مؤسسة حمد الطبية لتطبيق الحجر الصحي لمدة 14 يوم مع توفير الخدمات الطبية اللي يحتاجها المريض خلال هالفترة. نعم. وبعد انتهاء الفترة وثبت أنه غير مصاب يتم نقله إلى إحدى المستشفيات التخصصية بالمؤسسة. نعم. طيب دكتورة، بالنسبة للناس لا تفضلي. تفضل. لا تفضل. بالنسبة للناس اللي رجعوا من حالات العلاج وذلك بسبب هذه الجائحة اللي ألمت بالعالم، بعد إن شاء الله زوال هذه الجائحة راح يستكملون علاجهم مرة أخرى في الخارج؟ يعتمد على كل حالة. أكيد الحالات اللي ضررت من سبب الجائحة أكيد راح يستكمل علاجه. طيب دكتور غالي، يعني في نهاية هذا اللقاء المبارك إيش تحب توجهين كونك يعني مدير إدارة العلاقات العامة الطبية بالعلاج بالخارج لمن عادوا، سواء سيرجعون نسأل الله لهم الشفاء للعلاج أو من انتهت فترة علاجهم الآن في قطر ويسمعون هذه المقابلة على التلفزيون والأثير؟ أوصي الجميع بالالتزام بالإجراءات الوقائية، التواصل مع المكاتب الطبية حتى نضمن عودتهم بسلامة، يتم تنسيق لهم طريقة صحيحة وسليمة حتى نضمن دخولهم سواء للفندق المخصص أو المستشفى. نعم. الدكتورة غالية محمد الحرمي، مديرة إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج في وزارة الصحة العامة، شكرا جزيلا لك وشكرا على هذه الجهود والتعامل مع القطريين الذين يتعالجون في الخارج. نعم صراحة يشكرون يعني وحدة العلاج بالخارج لأنهم يقومون بجهد جبار، خصوصا مثل ما ذكرت الدكتورة يعني أنهم يحاولون يوفرون بدائل لمن عاد من العلاج بالخارج، خصوصا بعض الحالات اللي تحتاج تخصصات معينة وصعب أنها توجد، وهذا صراحة جهد صعب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يشافي مرضانا والمسلمين والناس أجمعين. اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، رغم المستجدات التي صرنا أشبه بالتطرق إليها بالخبراء في متابعتنا ومعرفتنا تكرار التطرق إليها، إلا أننا لا ننكر أننا عاجزون حقا عن فهم تركيبة فيروس كورونا المستجد وأين مكمن الخطر في هذا الفيروس المتناهي في الصغر والمتنامي في خطره. ولكل هذه الأسئلة المبهمة التي تدور في أذهان الجميع، دعونا نحاور المدير العام السابق لمعهد باستور في كوريا الجنوبية والخبير التقني في علم الفيروسات والأورام البروفيسور حكيم جاب الله، والذي ينضم إلينا
من واشنطن عبر سكاي بي. دكتور بداية يعني كل عام وأنتم بخير وأهلا بكم في برنامج المسافة الاجتماعية. ما هي آخر الأخبار؟ يعني نتكلم كل يوم عن كورونا وآخر أخبارها، فيعني نريد أن نسمع منكم هناك في البعيد في أقصى الأرض، ما هي الأخبار الجديدة لديكم؟ مرحبا بكم، رمضان مبارك، وأشكركم شكرا جزيلا، وأنا يسعدني أن أكون معكم هذا اليوم. نعم، أعتقد أننا ما زلنا في وسط هذه الجائحة، ونرى بعض الدول التي انتهت عندها هذه الجائحة تقريبا وهي في أفضل حال الآن، ولسوء الحظ بعض الدول ما زالت في وسط هذه الجائحة، والتوقعات هي أنه في الشهرين أو الثلاثة المقبلة سنرى بعدد الإصابات تقل وتنخفض على مستوى العالم، وأعتقد سيكون هذا شيئا جيدا، حيث أن كثيرا من الناس عانوا بما فيه الكفاية في هذه الجائحة منذ شهر يناير. نعم دكتور، هناك أيضا يعني دراسات حول انتشار الفيروس، هل هو عن طريق اللمس؟ هل هو عن طريق انتقال الرذاذ من شخص إلى شخص؟ هل هو عن طريق الهواء؟ ولكن هناك يعني جدال يدور حول انتقال هذا الفيروس عبر الهواء، وذلك الانتقال بشكل سريع وبين أعداد أيضا كثيرة من البشر حول العالم. لو نتكلم عن هذا الجانب وعن هذا الجدل والدراسات. هذا سؤال مهم جدا طبعا، وأعتقد بأن هذا الفيروس كوفيد 2 الذي نسميه الآن كوفيد 19 هو يتصرف بشكل مختلف تماما في الواقع عن السلالات والنسخ الأخرى من الفيروسات مثل ميرز وسارز، والسبب أعتقد هنا أن هذا الفيروس هو يتفاعل أكثر وأكثر مع البكتيريا ويقوم باللمس ويتم بشكل عدواني وأسرع لنقول من الفيروسات الأخرى. أيضا هذا الفيروس يسبب العدوى من خلال انتقاله في الهواء أيضا، وبالتالي يستطيع أن ينتقل مسافات طويلة، قد يعد الشخص إذا كان على مسافة 7 أو 8 أمتار، ولذلك هناك توجه كبير بأن يتأثر كل شخص حولك على هذه في هذه المسافة، سواء كان في الحافلة أو في القطار مثلا أو في الطائرة. أيضا يتفاعل هذا الفيروس مع البكتيريا ويتم ذلك من خلال اللمس، لأن كثير من البكتيريا موجودة في أجسامنا، وهذا يعني أنا إذا لمسنا الآخرين أو صافحناهم باليد أو لمسنا أشياء لمسوها بأيديهم فإننا نلمس هنا بكتيريا فيها قد تفاعل هذا الفيروس وينتقل إلينا لا سمح الله، وبالتالي فإننا إذا بعد ذلك لمسنا أنوفنا أو وجوهنا فسوف نصاب به، لذلك يجب أن نغسل أيدينا دائما وقدر الإمكان. طيب دكتور، الآن بعض الدول لاقت خلنا نقول لقاح يخفف الأعراض ويخفف من حدة المصاب وأعراض المخاطر خلنا نقول، وأيضا هنالك من يتعالج بها، هذا يعني نحن وصلنا للمرحلة الأولى لمعرفة بعض المواد التي قد تشفي المريض، ولكن كلقاح مناسب لم نجد، فهل هذا يعمل صعوبة على تطوير لقاح بالنسبة لكم؟ وإذا كانت الإجابة نعم، هل نحن أمام سنوات لإيجاد لقاح مناسب لفيروس كورونا؟ هذا تفكير طموح طبعا وفي أماني، ولكن يؤسفني القول بأن هناك أخبار سيئة حتى الآن، لا يمكن أن نجد في مطاعيم أو اللقاح في الأسبوعين أو الشهور المقبلة، أن هذا النوع من الفيروسات صعب جدا، ولأن هذا الفيروس لا يتصرف كالفيروس الطبيعي الذي نعرفه، واللقاح قد يساعدنا لكن ليس الآن. أعتقد إذا نجح أحدهم في إيجاد هذا اللقاح فسنتمكن من معرفة هذا في خلال سنوات من الآن، ربما هذا الفيروس وما يسمى علميا سارز كوفيد 2 وهو كوفيد 19 لديه نوعية من القضايا بما يخص الجهاز المناعة، وأنا متفاجئ في الواقع بأن كثيرا من الناس يحتاجون إلى بناء مناعة قوية جدا حتى يواجهوا هذه الأنواع من الفيروسات،
ثلاثة، وقد يكون صعبا أن نجد اللقاح في فترة قصيرة. حتى الآن هناك أكثر من آلاف المبادرات في كثير من الدول تبحث عن هذا اللقاح، لنقول هناك سباق، ولكن لا نعرف من سيسبق الآخر في إيجاد هذا اللقاح الذي سيكون مفيدا لنا بالانتقال إلى الأمام. جميل. بروفيسور، أنت تعلم يعني أن الأطباء والباحثون في هذه الفترة يعني هم تحت المجهر بالنسبة للعالم، الكل مركز تركيزا تاما على البحث العلمي ومن يبحثون حول إيجاد علاج لهذا الفيروس، والعالم ينتظر منكم نتيجة. أخذ يعني تقريبا الفيروس أشهر، هل انتقلتم مثلا إلى مرحلة ثانية أو مرحلة ثالثة للتعرف أكثر على هذا الفيروس عن كثب، لمعرفة ماهية هذا الفيروس لإيجاد علاج أسرع من السابق، أم تحتاجون وقت أطول؟ أعتقد أن الناس في العالم لا يقدرون الوقت الذي يأخذه أو لا يعرفون كم هو الوقت اللازم لمعالجة والتعامل مع هذا الفيروس في الواقع. ولذلك فإن هذا الفيروس بالتحديد هو فيروس جديد، وبدأنا على العمل لإيجاد علاج له منذ شهر يناير الماضي، وهذا يعني أننا فقط 4 أو 6 شهور تقريبا من بداية العمل، وكان هناك بعض النتائج التي توصلنا إليها. كما تعرفون قبل أيام مثلا في الولايات المتحدة ومنظمة الأغذية هناك أو هيئة الأغذية وافقت على دواء يسمى ريمديسيفير، والذي قد يساعد في مواجهة هذا الفيروس. وأيضا هناك مجموعات من الأكاديميين والباحثين في كثير من الجامعات في العالم أيضا تحاول قدر الإمكان التعرف على المواد اللازمة التي قد تساعدهم في معالجة آثار وهذا المرض أو الفيروس. ولكن لسوء الحظ أن هذا سيأخذ وقتا، لأن هذا الفيروس كما قلت انتشر في كل العالم وفي كثير من الدول ما زال تحت الحصر. نعم، ولكن هذا يعني أن البحوث ستكون صعبة. هذا يعني أنه البحث جار وبشكل حثيث لإيجاد هذا اللقاح، وحتى الآن ريمديسيفير الذي وافقت عليه الولايات المتحدة ربما يساعد في معرفة المزيد قريبا. هناك أكثر من 200 إلى 300 حالة من التجارب تعمل في المختبرات لمعالجة هذا الفيروس من خلال بعض الأدوية، وحين سنرى ما الذي أو أي من سيساعد في تخفيف العناء عن الإنسان وأن ينكفي عن المرض. هذا يعني أننا لابد من إيجاد بعض الأدوية البديلة في الأسابيع والشهور المقبلة، وتختلف عن ما هو الآن، وبعضه موجود حتى الآن، ولكن لابد في البداية أن نعرف ما يكفي عن هذا الفيروس المستجد. نعم بروفيسور، من وجهة نظرك هل هذا الفيروس يتحول أو يتغير أو له عدة أنماط؟ نحن نشاهد في بلدان معينة حالات الوفاة ترتفع بشكل كبير، وبلدان أخرى حالات الوفاة فيها قليلة، الإصابات بأعداد كبيرة في بلد وبأعداد أقل في بلد آخر. كذلك الأعراض، هناك من تصل الأعراض يعني لديه حرارة وارتفاع في الهرمونات، وكذلك يصاب أيضا أو يدخل في الإنعاش، وهناك أشخاص لا تظهر عليهم الأعراض. هل نحن أمام فيروس يتجدد أو يتحول؟ نعم، هذا سؤال مهم، وهذه العائلة من الفيروسات لديها توجهات أو اتجاهات دائما بأن تتحول وتتطور، لذلك تمكنت من أن تصيب البشر في الواقع لأنها وجدت لنفسها تحولات مناسبة جدا لها كفيروسات بأن تنتقل من البشر إلى بشر أو إنسان إلى إنسان آخر. وحتى الآن هناك 6 أو 7 فيروسات قابلة للتحول، وخاصة التي تتم الآن في أوروبا مثلا. هذه الفيروسات هي فيروسات عدوانية، وجدناها مقارنة بالفيروسات الموجودة مثلا في الصين أو في كوريا الجنوبية أو في نيوزيلندا. الفيروسات التي في إيران أكثر عدوانية ربما، ويبدو أنها تنتشر في الشرق الأوسط وفي باكستان والهند أيضا. إذن في الولايات المتحدة لدينا فيروسات جاء من إيطاليا حسب رأينا، وأيضا هو عدواني كما
رأينا وكان هناك سبب وآثار كبيرة ووخيمة في المكسيك وفي الولايات المتحدة وفي الشمال وفي كندا، ولدينا 3 أو 4 أنواع من السلالات الفيروسية التي تنتشر هذه الأيام. الفيروس الجديد أنا متفاجئ في الواقع كم هو عدواني، وأصبح ينتقل مرة بعد أخرى من دولة إلى دولة أخرى، و خاصة مع المسافرين الذين يزورون الدول الأخرى للعمل أو لغير ذلك. وبالنسبة للنقطة التي أشرتها حول التفاعل أو الاختلافات بالآراء بين شخص وشخص وهكذا، فإنه من المهم القول هنا بأن هذا الفيروس يؤثر في 3 مراحل. لنقول المرحلة الأولى من التأثير هي على مستوى الفردي، ولا يشعر المريض بأنه مريض، لديه فيروس في الداخل وخاصة في الرئتين وفي الحنجرة وفي الأنف، ولكنه ليس مريضا في الواقع حتى تلك اللحظة. ربما يشعر هناك ببعض الاختناقات أو الحكة في الجسم مثلا، ولكن في المرحلة الثانية الفيروس يبدأ بالعمل الفعلي وخاصة في الرئتين، والشخص هنا قد يشعر بالحمى وبصعوبة بالتنفس، وكذلك يمكن أن يشعر بالألم في العضلات، ربما يشعر أيضا بالتعب والإعياء، ثم يكون هناك الرشحة العادية، وثم ألم في الحنجرة، وبعض المرضى قد يصبح لديهم فقدان للتذوق ولا يستطيعون التذوق، أو حاسة الشم تتعطل قليلا، وكذلك يكون لديهم بعض الإسهال. هذا الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية. يمكن معالجة كثير من الأشخاص بالحبوب أو الأدوية الموجودة حاليا مثل الهيدروكسيكلوروكوين أو الكلوروكوين، ولكن إذا الشخص دخل المرحلة الثالثة أو نعم من هذه العدوى، حيث يكون هناك مضاعفات وتعقيدات رئوية، فلا بد من وجود جهاز تنفس اصطناعي يساعدهم، ثم هنا يكونون في حالة تعب شديد جدا، وفي بعض الحالات يكون هناك حمى مرتفعة جدا، وفرصة هذا الفرد المصاب بالحالة الثالثة وأن ينجو من كوفيد-19 الذي تطور، فهي صعبة جدا. ليس لدينا أي علاج حتى الآن لهؤلاء الأشخاص أو هذه الفئة، وفرصة النجاة لهؤلاء الأشخاص في حوالي 10% أو أقل من 10%. لذلك أنا شخصيا متفائل بأن أرى كثير من الدول تعلمت عن هذه وعرفت عن هذه الحالات أو المراحل الثلاثة، وتعرفت على أي مرحلة كل شخص جاء إليها كمصاب، وهي لا تنتظر الأعراض، صارت تعطي الأدوية وتعالجهم من المرحلة الأولى ربما أو الثانية، وبحيث لا يصل الفيروس إلى مرحلة الثالثة، لأن الفيروس الذي يدخل إلى الدم يصبح صعبا التعامل معه أو معالجته، وبالتالي إذا تعامل تفاعل مع البكتيريا أيضا في الدم فإنه سوف يؤثر على كثير من أعضاء الجسم ويصبح صعبا جدا من حيث التعامل. نعم دكتور، رغم أن البشرية عانت في السنوات القادمة وعبر التاريخ من أوباء كثيرة، ولكن مثل ما ذكرت بأن هذا الفيروس يعتبر صعب جدا بتعقيداته وأيضا بطرق الانتقال، ومثل ما ذكرت بأنه هو ممكن أن يكون متحول. فخلني أروح للسيناريو الأصعب، ماذا لم تجدوا كعلماء لقاح مناسب لفيروس كورونا؟ الفاكسين لهذا النوع من الفيروسات صعب جدا كما قلت، لأننا كما نتعلم هذا الفيروس الجديد فهو يهاجم الجهاز المناعي، لذلك يجب أن نكون حذرين جدا في التعامل مع هذه الأشياء، فإن الفيروسات مثل فيروس الرشحة العادية مثلا أو الإنفلونزا العادية أو التي تسبب أمراض مزمنة مثل أمراض الكبد الوبائي وهكذا، كان لها تصميم من اللقاحات، لأننا عرفنا عن تلك الفيروسات بأنها ستعيش وتؤثر على عضو أو جهاز واحد في الجسم ولن تصيب الآخر الأجهزة الأخرى. ولكن كوفيد-19 أو كوفيد-19 الآن لم نعرف عنه الكثير، وهو ليس فقط يهاجم الرئتين، لو أنه فقط يهاجم الرئتين سيكون من السهل جدا أن نجد لقاحا لمواجهته، وقد يساعدنا في مكافحته أيضا في الرئتين.
لأن الرئتين والأنف والحنجرة كلها لديها نظام دفاعي من الأجهزة المناعية، ولكن لسوء الحظ أن هذا الفيروس يبدو أنه يؤثر على كل عضو في الجسم حتى الآن، كما رأينا القلب والرئتين والكبد والكليتين، وحتى يؤثر على الأمعاء والقولون. وبالتالي فكلما تعلمنا وعرفنا عن هذا الفيروس كلما كنا حذرين أكثر عندما نتحدث عن اللقاح. في بعض البيانات الحديثة تقول بأن هذا الفيروس يهاجم بعض الخلايا المناعية التي تهاجمه هي بدورها، لذلك هذا الفيروس الجديد يعطينا صعوبات أكثر في التعرف على ما هو أفضل لقاح من الناحية الصحية لمواجهته. السبب هنا هو أنه يمكن أن نقوم بالأمور العادية المعروفة في إيجاد اللقاح، ولكن هذا اللقاح قد يؤذينا أصلا وقد يقتلنا أثناء العمل على تحضيره أو الوصول إليه. وكما نرى هناك كثير من الحالات وكثير من الأمراض في العالم، فإن هذا اللقاح أقول بحذر بأن اللقاح نفسه لا أؤمن بأنه سوف يكون الطريقة لمواجهة هذا الفيروس. بالتحديد أفضل طريقة لمواجهة هذا الفيروس هي تشكيلة لنقول أو خليط من الحبوب أو الأدوية المضادة للفيروسات التي قد تهاجمه وتهاجم غيره بنفس الوقت، وكل فيروس موجود في جسمنا إذا كان لدينا تشكيلة أو خليط من هذه العقاقير المضادة للفيروس فهو سوف تفيدنا بشكل كبير. أنا لا أؤيد كثيرا اللقاح في الواقع، لأن هذا الفيروس يهاجم كل عضو أو جهاز في الجسم، وبالتالي فما أقوله لكم هنا هو أن اللقاح الحقيقي يجب أن يهاجم الفيروس، خاصة أن الفيروس هذا قد يختبئ تحت الجلد مباشرة، ورأينا كثير من العدوى الجلدية التي نتجت عن الفيروس الذي كان يختبئ تحت الجلد. الفيروس هنا قد لا يساعد، قد يؤذي في الواقع، لذلك العقاقير على مستوى الجزيئي فستكون أفضل إذا كان لدينا خليطة، وبالتالي فإن الفاكسين قد يؤدي إلى شيء جيد ولكن سيكون بطيئا جدا، ولا نريد أن يكون الفيروس قد أدى إلى أمراض مزمنة دون أن نعلم من خلال اللقاح، قد لا نكون متأكدين، خاصة في مجال أمراض أخرى مزمنة. أأمل بأن نقضي على هذا الفيروس وهذا الفيروس يختفي عن البشر إن شاء الله، ولا داعي للقلق على اللقاح، ولكن يجب أن نهتم أكثر باكتشاف عقاقير مضادة للفيروسات الجديدة. نعم بروفيسور، أنا أنضم إلى فريقك بروفيسور، فريق التفاؤل، إن شاء الله أشهر قليلة ونجد الدواء، ليس كما سأل زميلي عبد الله في حالة الأسوأ إن لم يكن هناك دواء لهذا الفيروس. إذن البروفيسور حكيم جابل المدير العام السابق لمعهد باستر في كوريا الجنوبية والخبير التقني في علم الفيروسات، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب. لما أذهب إلى الأسوأ، أنا حطيت احتمالات، أنا أتكلم عن بروفيسور عالم في الفيروسات، فإحنا خلاص عرفنا كل الجوانب من هذا الفيروس، بس هو أعطاك كسيناريو مثلا لو وكيفية التعامل معه، فأنا أنضم له أصلا كبروفيسور وكعالم، بأنه قال لك إن شاء الله أن إحنا راح لازم تكون روحك رياضية، لكن محتاجين وقت، لازم تكون روحك رياضية. إحنا بإذن الله عندنا إيمان بالعزيز القدير. نعم. على أن إن شاء الله لكل داء دواء، وبإذن الله راح يكون له دواء، ويعني هم لهم تفكيرهم وحنا لنا تفكيرنا والله الحمد، ولكن احنا متفائلين جدا ان هذه الجائحه ستزول وكذلك في القريب ستزول باذن الله. شاهدينا الكرام، خلونا ننتقل الى هذا الفاصل ومن ثم نعود لنستكمل ما تبقى معنا في سياق هذه الحلقه. عشان بلادك قطر خلكم في البيت، عشان صحتك عشان قطر خلك في البيت، لأجل قطر كلنا بالبيت، عشان قطر خلكم في البيت، بوخ قطر غطيتونا بدون.
أنا أحب بلادي قطر، خليك في البيت. أنا لي ولدتي عشان قطر، خليكم في البيت. من أجلك يا قطر نتعلم. بسم الله ما شاء الله، الله يبارك فيهم، وفعلا خلونا في البيت. مشاهدينا الكرام، منذ بداية تفشي كورونا بدأ بنك قطر للتنمية في اتخاذ مجموعة من الإجراءات، كما نفذ العديد من المبادرات، منها هاكثون كوفيد 19 والذي أتاح فرصة لأصحاب الأفكار المبتكرة من القطريين والمقيمين للتعرف بأفكارهم والتي تساهم في التعامل مع التحديات التي يطرحها انتشار وباء كورونا. للحديث عن هذا الموضوع يشرفنا استضافة السيد عبد العزيز أحمد الفيحاني، مستشار أول بحاضنة الأعمال في بنك قطر للتنمية. حياك الله وسعداء بتواجدك معنا في برنامج المسافة الاجتماعية، وكذلك نبارك لك هذا الشهر الفضيل، وننطلق معا إلى المبادرات التي أطلقها بنك قطر للتنمية مع هذه الجائحة. علينا وعليكم تبارك. أولا أشكركم على الاستضافة. طبعا بنك قطر التنمية كما تعلمون جزء من منظومة اقتصادية داعمة للقطاع الخاص والشركات الصغيرة المتوسطة ورواد الأعمال القطريين. ومن بداية الأزمة، من بداية أزمة وباء كورونا، أطلق بنك قطر التنمية عدة مبادرات، لعلي أذكر من أبرزها تأجيل أقساط قروض شركات صغيرة متوسطة اللي تم تمويلها من قطر التنمية لمدة 6 أشهر بدون رسوم أو فوائد. تم إعفاء كذلك المستأجرين في محلات أسواق الفرجان، مصانع جاهز 1 وجاهز 2 والمساحات المختصة في حاضنة قطر الأعمال لمدة 6 شهور من الإيجار، تم إعفاءهم من الإيجار. وكذلك أطلق بنك قطر التنمية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية برنامج الضمان الوطني. طبعا برنامج الضمان الوطني يهدف إلى تلبية احتياج القطاع الخاص لدفع الرواتب والإيجارات لمدة 3 أشهر. وكذلك أطلق بنك قطر التنمية دليل شركات صغيرة متوسطة للتعامل مع وباء كورونا، وكذلك خدمات استشارية رقمية، وكذلك الهاكاثون اللي راح نتكلم عنه أكثر. وكذلك أطلق بنك قطر التنمية غرفة عمليات وهي العمود الفقري لتعامل بنك قطر التنمية مع مستجدات وباء كورونا، ومن أهم الأمور اللي تقوم فيها هي محاولة ضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وكذلك اقتراح بعض الحلول والتدابير لمواجهة تحديات وباء كورونا القطاع الخاص. جميل. سيد عبد العزيز، أهلا وسهلا بك في برنامج المسافة الاجتماعية من جديد. تكلمت عن هاكاثون والتعاون مع شركاء لكم في مبادرة جميلة للمقيم والمواطن، فإيه اللي تتكلمنا عن هذه المبادرة أكثر؟ إن شاء الله. طبعا مبادرة الهاكاثون هي مبادرة وطنية تقع بنك قطر التنمية بالتعاون مع عدة وزارات وجهات أكاديمية كذلك ومؤسسات في القطاع الخاص. افتتحنا باب التسجيل للمواطنين والمقيمين في دولة قطر خلال موقع hackcovid19.qa، وفي غضون أقل من أسبوع تقريبا حصلنا على أكثر من 1500 فكرة. تم تعيين لجنة مختصة من مكونة من قطر التنمية وعدد من الشركاء لانتقاء الأفكار والعمل على اختيار أفضل الأفكار بينهم، وتم اختيار أفضل 68 فكرة بينهم. جميل. وخلال 4 أيام خلال فترة الهاكاثون تم توفير للمشاركين أو أصحاب الأفكار منصة رقمية للتواصل مع 55 مدرب وخبير في عدة مجالات، والهدف طبعا هو صقل هذه الأفكار وتطويرها للوصول للمرحلة النهائية من الهاكاثون. نعم سيد عبد العزيز، شنو هي المعايير اللي اعتمدتوا عليها لاختيار الأفكار الفائزة؟ طبعا تم اختيار الأفكار الفائزة عن طريق تكوين لجنة من عدد من الشركاء، وتم تكوين اللجنة من 14 محكم، وتم اعتماد على 4 معايير أساسية: قابلية تطبيق هذه الفكرة في أرض الواقع وتحويلها إلى مشروع تجاري، استمرارية الفكرة كمشروع تجاري، مدى قدرة الفريق على تطوير هالفكرة ووصول بها إلى مرحلة التنفيذ.
ممتاز، الله يعطيكم العافية ويقويكم. طبعا احنا نعرف ان الهاكاثون هو يعني بالعادة يستمر 24 ساعة او ياخذ ايضا اسبوع، وهذا نظام عالمي. هل هذه الافكار التي اتت من خلال هذه المبادرة سوف يتم دعمها من قبل بنك قطر للتنمية والعمل على انشاء مثل هذه الافكار؟ طبعا الهدف الرئيسي بعد اختيار الخمس افكار الفائزة هو دعم الافكار هذه والانتقال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التنفيذ. طبعاً بنك قطر التنمية راح يدعم هذه الأفكار بدعم يصل إلى 250 ألف ريال قطري، بالإضافة إلى خدمات احتضان وخدمات استشارية وإلى آخره من الخدمات اللي يقدمها بنك قطر التنمية. جميل. طيب يلي تكلمنا عن الفكرة الريادية الأولى اللي خذت مثلاً المركز الأول، يعني إيش كانت؟ طبعاً إذا تسمحون لي أنا أفضل أذكر الخمس أفكار، لأن كل فكرة تم اختيارها عن طريق التحدي اللي هم شاركوا. بالعكس يشرفنا نسمع الخمسه كلها، ما في مشكله، احنا طلبنا واحده، يعني طمعنا بس بواحده. الله يجزاك اكرم. الله يجزاك خير. فطبعا بعد مثل ما قلت لكم، بعد اختيار الافكار من قبل لجنه التحكيم بس استنادا للمعايير اللي ذكرتها، نعم، تم اختيار خمس افكار. طبعا الفكره الاولى هي فكره انفنت. فكره انفنت الهدف الرئيسي او فكرتها هي تقديم جهاز تنفس اصطناعي، والهدف منه انه يعمل عن بعد ويستخدم أنظمة متطورة. فكرة ثانية اللي هي فكرة وصلة، هي منصة رقمية تستخدم الذكاء الاصطناعي للتغلب على تحديات واللي تواجهها سلاسل الامداد. الفكرة الثالثة هي بزليز، منصة رقمية كذلك توفر لأصحاب الشركات قدرة على التواصل فيما بينهم بالنظر إلى احتياجاتهم للعمالة، فتسمح لأصحاب الشركات لنقل العمالة على حسب احتياجات الشركات المختلفة. الفكرة الرابعة هي روبوتكس، وهو روبوت مستقل يعمل عن طريق التحكم الذاتي، والهدف منه هو توصيل الطعام والأدوية في داخل المستشفيات. جميل. الفكرة الرابعة هي فيتك، هو إطار سيليكون. الهدف الرئيسي من إطار السيليكون هذا هو استخدامه لتوفير كمية أكبر أو قدر أكبر من الراحة لكوادر الطبية لاستخدامها حق كمامات N95. جميل جميل، طبعا أفكار جميلة، أتمنى أنها تخدم الدولة دائما وأبدا. طيب سيد عبد العزيز، ما هي الخطوة التالية ما بعد الإعلان عن الخمس أفكار الفائزة؟ طبعا المرحلة الجاية هي أخذ هذه الأفكار من مرحلة الأفكار إلى مرحلة التنفيذ والمنتج الأول من خلال الدعم اللي راح يحصلون عليه الأفكار أو الخمس أفكار الفائزة عن طريق مثل ما ذكرت الاحتضان وعن طريق الخدمات الاستشارية. وأنتهز هالفرصة أني أدعو أصحاب الأفكار الإبداعية والأفكار المتميزة أن يقدمون على بنك قطر التنمية للخدمات المتوفرة. طبعا بنك قطر التنمية بس موجود قبل الهاكاثون وبعد الهاكاثون إن شاء الله لدعم هذه الأفكار المتميزة والوصول بها إلى مرحلة التنفيذ إن شاء الله. طبعا احنا نتمنى لكم التوفيق ونشكركم الحقيقة على هذا العمل وهذا الجهد الكبير الذي قدمتموه سواء قبل هذه الجائحة أو مع هذه الجائحة. السيد عبد العزيز أحمد الفيحاني، مستشار أول بحاضنة الأعمال في بنك قطر للتنمية، شكرا على هذا الحضور وكذلك على هذا الدعم المستمر لأبناء هذا الوطن من مواطنين وكذلك من مقيمين. قواكم الله سيد عبدالعزيز، شكرا. كل التوفيق للمبدعين في هذه الفترة أمانة، وخلنا نقول المدعمين والمساعدين للدولة في ظل تفشي هذا الوباء. إذا المشاهدين ومتابعين نذهب معكم إلى فاصل، ودائما نذكركم لا تنسون تشاركونا فيديوهاتكم على رقم الواتساب 5995585 وأيضا عبر هاشتاغ البرنامج المسافة الاجتماعية. فاصل قصير ولا نعودة. عشان قطع خليك في البيت. لأجل قطر خلكم في البيت. عشان قطر خلك في البيت. لا تنسى حتاج لا تنسى قطر خلنا في البيت. ح
حياكم الله مشاهدينا مستمعينا الأعزاء عبر محطاتكم الثلاث من هنا من برنامج المسافة الاجتماعية. في زمن الكورونا أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ملجأ للجميع خلال شهر رمضان لنشر محتويات مختلفة لها علاقة بالشهر الفضيل. نتابع. رمضان في زمن الكورونا وأيام الحجر المنزلي ألقى بظلاله هو الآخر على عادة المواطنين الملتزمين بالحجر للابتعاد عن الفيروس. مواقع التواصل الاجتماعي أضحت مكانا لقضاء أيام الصيام والالتقاء في سهرات رمضانية افتراضية علها تقرب النفوس بعدما تسبب الفيروس في التباعد تحت مسمى مسافة الأمان. تحت شعارات من أجل قطر كلنا بالبيت، عادت منصات التواصل الاجتماعي لتبرز الاهتمامات والنشاطات المختلفة خلال شهر رمضان. فبين الاهتمام بالدراما المعروضة على مختلف القنوات التلفزيونية أو نشر محتويات مختلفة تتلائم وشهر الفضيل على غرار فيديوهات البرامج الدينية والأدعية وغيرها، إضافة إلى برامج ومسابقات الطبخ المنزلي، أكدت مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى أنها متنفس حقيقي في زمن الكورونا. الاهتمام بالمسابقات التلفزيونية والإذاعية برز هو الآخر من خلال النشر المتواصل لفيديوهات ترفيهية تحمل محتوى فكري لبرامج الألعاب والمسابقات. وفي انتظار عودة مياه الحياة إلى مجاريها الطبيعية تبقى مواقع التواصل الاجتماعي متنفسا إلى حين. مشاهدي الكرام، أيضا خلال شهر رمضان الفضيل أعدت اللجنة الأولمبية القطرية برنامجا متكاملا للمنافسات عن بعد. السباقات الافتراضية كانت من بين أهم الفعاليات التي لقيت تفاعلا من أطراف الجميع. نتابع هذا التقرير. منذ بداية الحجر الصحي تجندت اللجنة الأولمبية لتقديم البدائل التي تتماشى مع هذا الوضع الجديد. فعاليات ومبادرات تشجع على ممارسة الرياضة وتدعو الجميع للمشاركة في التحديات والمنافسات تطبيقا للشعار الدائم الرياضة من أجل الحياة مهما كانت الظروف. بعد نجاح الماراثون الدولي الذي نظمته اللجنة الأولمبية وعرف مشاركة واسعة من داخل قطر وخارجها، لم تتوقف جهود جنود الخفاء في اللجنة الأولمبية وبدأ الاشتغال على أفكار جديدة في هذا الشهر المبارك. سباقات متنوعة مفتوحة في وجه الجميع عرفت تجاوبا من الرياضيين في كل مكان. يعطيكم العافية، أنا عبد الرحمن العلي من الأردن. إن شاء الله لقائنا نهاية الأسبوع مع سباق الأدعم الافتراضي. للأطفال مثل حظ الكبار، إذ أخرجت اللجنة الأولمبية القطرية إلى حيز الوجود سباقات افتراضية لصالح أشبال الأدعم، وتنظم بشكل دوري مع الإعلان عن نتائجها في الصفحة الرسمية للجنة على الإنستغرام في الأوقات المحددة لذلك. السلام عليكم، معاكم جاسم العمالي، قبلت التحدي وبشارك ماراثون أشبال الأدعم الافتراضي. أنا أتحداكم بسباق أشبال الأدعم، أنا أتحداكم كيلو واحد. وأنا أتحداكم كيلوين، مستعدين؟ أنا جاهز للمشاركة في سباق أشبال الأدعم الافتراضي، وأتحدى فهد أخوي وأتحداكم. أنا بشارك في سباق أشبال الأدعم الافتراضي، وقبل تحديك يا شهيد. النصائح والتوجيهات كانت من ضمن أولويات اللجنة المنظمة التي كانت حريصة على إنتاج فقرات تحسيسية عبر السوشيال ميديا تخاطب من خلالها الراغبين في المشاركة وبالخصوص أشبال الأدعم، فللتحديات الرياضية في رمضان خصوصيات وجب الانتباه لها. حبايبنا الأطفال اللي راح يشاركون في ماراثون قطر الافتراضي، راح أعطيكم بعض النصائح المهمة. أولاً عليكم بشرب كميات ماء كافية. الشيء الثاني أكل الصحي اللي لازم تأخذونه، وابتعدوا عن الحلويات. الحجر الصحي فرصة الجميع لممارسة الرياضة واختبار القدرات والإمكانيات من خلال المشاركة في منافسات يصبح لها طعم آخر في شهر رمضان المبارك. إذن بادرة جميلة من اللجنة الأولمبية، والأجمل هو تفاعل الجميع في
هذه الرياضة اللي هي الافتراضية. إذا مشاهدينا الكرام، ترى مؤسسة طموح لإدارة العمل التطوعي أن التصدي لفيروس كورونا سيأتي مع توحيد الجهود لاتخاذ تدابير توعوية ووقائية، ولذلك أطلقت المؤسسة حملة بعنوان يستمر التواصل. جمعت تحت مظلتها 32 جهة وحدت جهودها لتنظيم حملة وطنية ذات رسالة موحدة. الحديث أكثر عن الحملة والفعاليات التي تنظمها عن بعد، يسعدنا أن نستضيف المهندس ناصر المغيصيب، مدير عام مؤسسة طموح لإدارة العمل التطوعي. أهلا بك معنا في برنامج المسافة الاجتماعية. بداية حدثنا بشكل عام عن بادرة يستمر التواصل. أولا مساكم الله بالخير جميعا، أخوي عبد الرحمن وعبد الله وأخوي سالم، يا مرحبا وبارك الله فيكم وفي جهودكم الطيبة خلال هذا البرنامج، ويسعدنا تواجدكم معنا اليوم صراحة. والله عمرك يا رب. وما يتعلق بحملة يستمر التواصل، مثل ما تعرفين في ظل الأزمة اللي مر فيها العالم وتمر فيها دولة قطر في 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 حد من انتشار فيروس كورونا، اتخذت الدولة بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل سلامة المواطنين والمقيمين في دولة قطر، اللي تترتب أو رتبت عليها هذه الإجراءات اللي خذوها سبب إغلاق بعض المشاريع الشبابية، بعض المراكز فترة مؤقتة، بعض الفعاليات الاجتماعية والمجتمعية، المهرجانات وغيرها من الأماكن اللي قد سببت في تسكيرها خلال هذه الفترة. وهذا الشيء قد يسبب ظهور بعض التحديات أكيد. مثل تحدي التواصل الاجتماعي، العزلة في بعض الأحيان. فحبينا في طموح لإدارة العمل التطوعي أن نحاول نستمر في التواصل الاجتماعي حتى ولو كان عن بعد، فأطلقنا حملة يستمر التواصل بالتعاون مع 32 جهة بهدف تعزيز ثقافة التواصل الاجتماعي والتنمية والإبداع وتقديم كل ما هو جديد، حتى وهو والشاب موجود في البيت فيستطيع أن يساعد غيره ويستفيد من غيره، عن طريق أربع مجالات أو ثلاث مجالات رئيسية، ومنها المجال التوعية المبتكرة عن طريق تقديم أكثر من 35 فيديو خلال الشهرين اللي فاتوا، أيضا مجال التدريب والتطوير اللي قدمنا فيها أكثر من 45 ورشة تدريبية بالتعاون مع 35 مدرب. وجدير بالذكر أن احنا ساهمنا في تطوير وإعطاء المهارة التواصل عن بعد حق مجموعة من المدربين اللي تم تقديم الورش عن طريقهم، وأيضا في النهاية المجال الفعاليات والبرامج المجتمعية اللي قدمنا من خلالها أربع برامج مختلفة، ومن ضمنها تحدي التواصل. نعم، حنا طبعا يعني نشكركم على هذا الجهد الواضح للأعيان، وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، والعمل التطوعي هو عمل جليل حقيقة، نشكركم عليه ونشكر كل منتسبي مؤسسة طموح وكذلك كل من يساهم في العمل التطوعي وبالأخص في هذه الأزمة. نتكلم عن أيضا فعالية أخرى اللي هي تحدي التواصل، نتكلم عن هذه الحملة وأهدافها. تحدي التواصل يعتبر أحدى برامج حملة يستمر التواصل، وهي تعتبر من المجال الثالث، مجال البرامج المجتمعية والفعاليات المجتمعية. حبينا في هذه الفعالية أن نطلق تحدي يكسر كل تحدي يقول لنا أنه مستحيل أن الشباب يقومون بأعمال مجتمعية في البيت، فهو كان عبارة عن تنافس تفاعلي بين مجموعة من الشباب، 20 شاب تقريبا في 4 فرق مختلفة في مجالات مختلفة، بهدف ابتكار فكرة وابتكار مشروع يساهم في دعم ثقافة التواصل الاجتماعي عن بعد. والمجالات الرئيسية اللي كانت فيها مجال التراثي بقيادة الدكتورة هيا المعضادي، والمجال الإنساني بقيادة الأستاذ صلاح اليافعي، والمجال التعليمي بقيادة أخوي أحمد المالكي، والمجال الفني بقيادة الفنانة منى البدر. فاجتمعوا مجموعة من المتطوعين في 4 فرق مختلفة، وكل فريق منهم قاعد كان يحاول يطلع فكرة مشروع ويطلقها في الميدان ويحاول يشرك أكثر مجموعة من الشباب في هذه المجالات اللي معه. جميل. سيد ناصر، يعني احنا نعرف ان يعني جائحة كورونا يعني استحثت جميع الجهود في جميع الدول، فالدول اللي يعني استثمرت في شبابها وفي مواطنينها ومقيمينها نظام تعليمي عالي، نظام تربوي عالي، باتت تحصد ثمرات يعني هذه الثقافة المجتمعية في المجال التطوعي. لذلك في دول كثيرة رأيناها تعرضت لجائحة كورونا وللأسف يعني عاث فيها كورونا فسادا، وبعض الدول لا، لأن الشعب متفهم متساعد،
كيف وجدت أنت المجال التطوعي مع المقيمين والمواطنين في تفهمهم لخطورة هذا المرض وتعاونهم أيضا؟ وجدت بشكل إيجابي جدا ورائع ومميز الصراحة. يعني احنا خلنا نفكر فيها شوي في موضوع فوائد العمل التطوعي بشكل عام. فوائد العمل التطوعي قد يكون فعلا للوطن وللدولة بأن الواحد يقدم الكثير للمجتمع، ولكن لو فكرناها أيضا لها فوائد عائدة للذات. فخلال العمل التطوعي اللي قدمناه والقاعدين نساهم فيه في دولة قطر والآن تحديدا، سواء كان في الميدان مع أخواننا في الهلال الأحمر وقطر الخيرية وغيره، أو سواء وإن في المنزل في تقديم الورش والتعليم والتدريب عن بعد، هذا الشيء أكسبنا مهارات جديدة خلنا نكون واثقين أن الآن نحتاجها أكثر من قبل. وأنا ما قاعد أتكلم فقط عن موضوع أزمة كورونا الحالية الموجودة عندنا، هذه ثقافة جديدة ومهارات جديدة بنكتسبها وبنحتاجها حتى بعد زوال هذه الأزمة. صحيح. فالآن فكرة القيادة وفكرة الإدارة عن بعد صارت شيء إلزامي في كل شخص لازم يتعلمها، وهذا شوي غير المفاهيم عن, 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 عن العهد القديم أو العهد قبل أزمة كورونا. فأنا أشوف فعلا أزمة كورونا جات وجددت معاها المفاهيم وخلتنا بنتواصل بشكل أكثر حتى نصل إلى العالمية بإذن الله تعالى خلال الفترات القادمة. فالحمد لله رب العالمين، رب ضرة نافعة أنا أقولها. نعم، المهندس ناصر المغيصيب مدير عام مؤسسة طموح لإدارة العمل التطوعي، شكرا جزيلا لك وكل التوفيق لكم، وشكرا أيضا على هذه الجهود المبذولة، وكلنا أيضا ثقة في شبابنا من مواطنين ومقيمين أنهم يكونون على قد المسؤولية بإذن الله. يستاهلون والله، يعطيكم العافية. احنا أيضا وصلنا معكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة. إذا مشاهدي الكرام نلتقيكم غدا في نفس التوقيت، إلى اللقاء. في أمان الله.